أتليتيك بيلباو ليبنتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى الجولة 27، واش عندنا كيفاش كانت المباراة، واش عندنا الأهداف، يعني هدف تاع ليبنتي وثلاث أهداف تاع أتليتيك بيلباو، يعني في الشوط الثاني، يعني اش عندنا الشوط الأول تاع فرص كانت ضائعة، فرص يعني ونقولوا بلي وين كل مدرب، واش عندنا مدرب أتليتيك بيلباو اللي دخل بخطة 4-4-2، اش عندنا كيفاش وين مدرب ليتشي المدرب ليتشي تاع ليبنتي وين دخل بخطة 3-4-3، يعني كانت المباراة متكافئة 50% 50% نسبة استحواذ، 390 تمريرة ليبنتي 394 تمريرة أتليتيك بيلباو، لكن الأهداف كانت هي الفاصلة، يعني واش عندنا وين التغييرات اللي دارهم المدرب تاع أتليتيك بيلباو اللي كانت أوراق رابحة، يعني واش عندنا وين نقولوا بلي إيلاكس عندنا دانيال عندنا كيفاش أسياس عندنا نيكولا، يعني وين كانت كانت نقولوا بلي كانت التغييرات كانت ناجحة، وين عندنا أوني في الحراسة ياريز عندنا يوريز عندنا مارتينيز أوسكار مارتينيز أوهان عندنا أوني مايكل إيلاكس عندنا كيفاش وين نقولوا بلي الأتليتيك بيلباو وين عرف كيفاش التغييرات تاعو، يعني وين نقولوا التغييرات تاع المدرب تاع ليفانتي اللي كانت متأخرة، عندنا دانيال في الحراسة سونس عندنا يعني روبرتو سواريز عندنا أوسكار مارتين عندنا جون غونزالو عندنا كيفاش لويس غارسيا عندنا دي يعني الخوري غوري داي يعني خوسي لويس يعني مارتي سنا إيراك وين دخل في الاحتياط إينا إيناس يعني كيفاش ماليس يعني وين أليخاندرو سنا دانييل، يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة، مباراة كان فيها أهداف كان فيها لعب جميل كان لعب متكافئ، يعني من جانب أتليتيك بيلباو أو ليفانتي يعني كل فريق وين لعب بقوة، لعب من أجل الفوز، لعب من أجل يعني نقولوا بلي ليفانتي اللي شان كيفاش مايكل اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة لصالح أتليتيك في الدقيقة 63، يعني ويليامز اللي سجل في الدقيقة 76، يعني أوليات عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88 في الوقت البدل الضائع في النص، يعني اللي سجل هدف الشرف لصالح ليفانتي. هذه هي المباراة الجولة 27 أتليتيك بيلباو، ثلاث أهداف ليفانتي، هدف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.